الخامسة من التلفزيون المصري. مرحبا بحضراتكم، مرحبا بك دينا. مرحبا بك يا محمد، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. وإلى التفاصيل، رئيس الوزراء يتفقد كشفا أثريا ضخما لمنطقة سقارة، والعنان يؤكد أنه تم بأياد مصرية. الخارجية والهجرة، تتابعين إجراءات تصويت الخارج في انتخابات النواب، ومصريو الخارج يواصلون طباعة بطاقات الاقتراع. إلى التفاصيل، تفقد الرئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، يرافقه وزير السياحة والأثار دكتور خالد العناني، أعمال استكمال حفائر البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة آثار سقارة، والتي أسفرت عن الكشف عن آبار جديدة مدفون بها عدد ضخم من التوابيت الآدمية الملونة والمغلقة منذ أكثر من 2500 عام، بالإضافة إلى تماثيل خشبية ملونة ومذهبة. وحرص دكتور مدبولي على النزول إلى إحدى آبار الدفن الثلاثة الجديدة لتفقد الكشف. ووجه مدبولي الشكر لوزير السياحة والآثار وللعاملين بالوزارة والمجلس الأعلى للآثار على المجهود الذي يقوم به هذا الجيل من الأثريين من اكتشافات غير مسبوقة بشكل دوري ومنتظم. وأشار وزير السياحة والآثار إلى أن كل هذه الاكتشافات تمت بأياد مصرية خالصة، كما أشار إلى أنه سيتم افتتاح 5 متاحف قبل نهاية عام 2020. وافقت اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تقنين أوضاع 100 كنيسة ومبنى تابعا، ليصل العدد الإجمالي إلى 1738 كنيسة ومبنى تابعا. جاء ذلك بعدما استعرضت اللجنة نتائج أعمال المراجعة التي تمت منذ آخر اجتماع عقد للجنة في 18 من مايو الماضي. وقد وافقت اللجنة في اجتماع مع اليوم على تقنين أوضاع 45 كنيسة و55 مبنى تابعا. ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماعا لاستعراض أهم ملامح الخطة القومية لضبط النمو السكاني. وأوضح مدبولي أن الدولة عازمة على المضي قدما بخطى حثيثة للتعامل مع كافة معطيات القضية السكانية، ولا سيما تداعياتها السلبية على معدلات التنمية، مشددا على أن الحكومة مستعدة للتعامل من خلال الخطة القومية لضبط النمو والزيادة السكانية المضطردة، كما أن لديها إرادة قوية لتوفير التمويل المطلوب لها. هذا وقد كلف مدبولي وزيرة الصحة بتجهيز جميع وسائل تنظيم الأسرة للسيدات وتوفيرها بصورة مستدامة بالمجان، كما وجه بالإسراع في إعداد التشريعات المطلوبة لتلك الخطة. التقى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالمهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية نائب رئيس مجموعة العربي، والمهندس محمد العربي الرئيس التنفيذي للمجموعة، وذلك لاستعراض بعض الجوانب المتعلقة باستثمارات المجموعة. وثمن رئيس الوزراء الجهود التي تبذلها مجموعة العربي في مجال الصناعة حتى أصبحت اسما وطنيا يشار له بالثقة والجودة ويرفع أسهم المنتج الوطني عالميا. كما أشهد مدبولي بالجهود المجتمعية للمجموعة في محافظة المنوفية، والتي تعد نموذجا رائدا لدور القطاع الخاص في العمل الأهلي. من جانبه، عرض المهندس إبراهيم العربي خطط المجموعة المستقبلية لتوسيع استثماراتها وزيادة القدرة الإنتاجية وتشغيل عدد أكبر من الأيدي العاملة الوطنية. بدأ الناخبون المصريون بالخارج طباعة بطاقات انتخابات مجلس النواب، وذلك للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي لمحافظات المرحلة الأولى والمقرر له أيام الأربعاء والخميس والجمعة. هذا وأعلنت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم أن فريق الوزارة يعمل على مدار الساعة لاستقبال أسئلة واستفسارات الناخبين حول خطوات المشاركة في الانتخابات.
رغم كونهم خارج حدود الوطن، إلا أنهم دائما أول من يضع البصمة في الاستحقاقات النيابية والدستورية المختلفة بمصر، المصريون في الخارج. ولأجلهم تشكلت غرفة العمليات هذه لوزارة الهجرة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات للرد على تساؤلاتهم وتذليل أي عقبات قد تواجههم خلال العمليات التصويتية. احنا عندنا 8 مقاعد داخل مجلس النواب للمصريين في الخارج. غرفة العمليات الحقيقة استمرت في عملها في رد على كافة الاستفسارات، خاصة فيما يتعلق بالمحافظات المرحلة الأولى. كان في يمكن بعض الاستفسارات، طب أنا بدخل وكنت سجلت بس مش عارف إن أنا ألاقي رقم الكودي بتاعي أو الاستمارة، فبيكتشف إن هو في المرحلة الثانية، فبنقول له إن المحافظات الـ14 بتاعة المرحلة الأولى هي هذه المحافظات، وعليك إن أنت تنتظر لي المرحلة الثانية. التصويت يحق لمن قام بتسجيل بياناته على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الفترة من 27 من سبتمبر الماضي وحتى 10 من أكتوبر الجاري. 5 أكتوبر كان إعلان القائمة النهائية، 30 أو 27 سبتمبر لـ10/10 كان ميعاد التسجيل المواطنين على موقع الهيئة، 19 و20 عملية تصويت المصريين في الخارج، 21 و22 و23 هي تواريخ استلام البعثات الدبلوماسية لهذه المظاريف. يعني العملية الانتخابية بتتم على مدار يومين حتى يتمكن المواطن من إرسال المظاريف عبر البريد السريع الحكومي ليصل للبعثات الدبلوماسية في الأيام اللي هي زي ذكرتها لحضرتك، 21 و22 و23. يجب على المصري بالخارج اللي سبق له التسجيل خلال الفترة من 27/9 حتى 10/10 ان النهارده يدخل على موقع الانتخابات النهارده وبكره، موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، ويطبع ورقة التصويت سواء للنظام الفردي او لنظام القائمة، والإقرار اللي بيدلي بيه او بيقر بيه بصحة بياناته. بعد ما بينتهي من عملية التصويت يجب عليه إرسال المظروفين زي ما وضحنا سلفا قبل كده الى مقر البعثه الدبلوماسيه التابع لي. الثلاث ايام اللي حددتهم الهيئه الوطنيه للانتخابات مشكوره على اساس ان هي بتدي فرصه اكبر لوصول هذه الاصوات الى مقر البعثات الدبلوماسيه في الخارج. وهكذا يخط المصريون بالخارج سطرا جديدا في مشاركتهم في استحقاقات وطنهم الانتخابيه والنيابيه، في تاكيد على ان المسافات لم ولن تكون عائقا بين مصر وطيورها في الخارج. سارة متولي، التلفزيون المصري. هذا وقد دعت وزارة الخارجية المصريين في الخارج للدخول على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات اليوم وغدا، وذلك لطبع وملء بطاقتي الاقتراع في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والتأكد من إرفاق كافة الوثائق والتوجه مباشرة إلى أقرب مكتب بريد لإرسالها لمقر البعثة. وأكدت وزارة الخارجية أن غرفة عمليات الوزارة تتبع بدءا من مساء أمس إجراءات تصويت المصريين في الخارج، موضحة أنها لم تتلقى أي شكاوى حتى الآن. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا مراسل أخبار مصر في النمسا مصطفى عبد الله. مرحبا بك مصطفى، لو تضعنا في إجراءات تصويت المصريين بالخارج في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب. أهلا بك أستاذ محمد وأستاذ دينا والسادة المشاهدين الكرام. هو الحقيقة يعني بدأ من صباح اليوم تصويت المصريين في النمسا لانتخابات مجلس النواب من خلال البريد، ومن جانبه يعني كان صوته الملموس صرح السفير محمد الملا سفير مصر في النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية بفيينا على أن استحقاق انتخابات مجلس النواب ده استحقاق مهم جدا بيتم في ظروف استثنائية، وطالب مصري النمسا خاصة ومصري الخارج عامة ضرورة الاهتمام بهذا الحدث الديمقراطي وضرورة الإدلاء بأصواتهم عبر البريد على مدار اليومين، خاصة أنه بيتم في ظل ظروف غير طبيعية لحظر التجمعات بسبب جائحة كورونا، واللي بسببها أصدرت الحكومة النمساوية إجراءات احترازية لتأمين وسلامة الشعب النمساوي والمقيمين بالنمسا. والحقيقة أبناء الجالية المصرية في النمسا أشادوا بهذه الجهود وبتحركات مصرنا الحبيبة لهذه الديمقراطية ممثلة في القيادة السياسية برئاسة الرئيس الإنسان البطل عبد الفتاح السيسي. نعم، أشكرك زميل مصطفى عبد الله مراسل أخبار مصر في النمسا، كنت معنا عبر الهاتف.
عقد وزراء الخارجية والتخطيط والتعاون الدولي اجتماعا عبر الفيديو كونفرنس مع مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ومفوضة التوسع لتحديد أولويات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 2021 إلى 2027. أمر رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي بفرض حظر للتجوال اعتبارا من غد الثلاثاء في جميع أنحاء البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا. وتصاعدت حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس لتبلغ حاليا أكثر من 40,000، في حين ارتفعت أعداد الوفاة بالفيروس لتصل إلى 626 حالة. هذا وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم 40,300,000 حالة، وسجل أكثر من نصف عدد الحالات في البلدان الثلاثة الأكثر تضررا وهي الولايات المتحدة والهند والبرازيل. ومع تسجيل أكثر من 250,000 وفاة جراء كورونا في أوروبا، أعلنت مقاطعة ويلز فرض إغلاق لمدة أسبوعين اعتبارا من الجمعة في محاولة لوقف الموجة ثانية من انتشار كورونا. كما فرضت بلجيكا حظر تجول ليلا، بينما جعلت سويسرا وضع الكمامات إلزاميا في الأماكن العامة المغلقة. وفي جنوب إفريقيا أصيب وزير الصحة وزوجته بالفيروس ويخضع حاليا للحجر الصحي داخل منزله. وفيما له صلة، أعلن مستشفى هداسة عين كارم الإسرائيلي في القدس تدهور الحالة الصحية لأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية دكتور صائب عريقات الذي أصيب مؤخرا بفيروس كورونا، واصفا حالته بأنها حرجة. وأوضح بيان المستشفى أن علاج عريقات يشكل تحديا كبيرا، خاصة وأنه خضع لزراعة رئة تؤثر على جهاز المناعة ولديه عدوى بكتيرية بالإضافة إلى فيروس كورونا. أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية أن إعلان الدول الكبرى الأوروبية وهي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا رفضها توسع الاحتلال الإسرائيلي على أراضي دولة فلسطين الذي يشكل انتهاكا للقانون الدولي، وهو رد عملي على مواصلة البناء الاستيطاني. وفي مستهل اجتماع حكومي، وحث أشتية الدول الأوروبية الكبرى على الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس. أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد أحمد مرسي أن استراتيجية العمل بالوزارة تقوم على تطويع الإمكانات من أجل نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة داخل شركات ووحدات الإنتاج الحربي. جاء ذلك خلال استقبال وزير الدولة للإنتاج الحربي سفير إسبانيا بالقاهرة رامون جيل كاسارياس، حيث تم بحث سبل التعاون في مجال تصنيع الصوب الزراعية ومحطات تحلية المياه. ومن جانبه أعرب السفير الإسباني عن تقديره للجهود المصرية الرامية لتوفير المناخ الداعم للاستثمار وجذب المزيد من استثمارات الشركات العالمية. أشاد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر بالعلاقات المتميزة بين قطاع الكهرباء وبنك التعمير الألماني بالقاهرة، مشيرا إلى أن مشاركة البنك في تمويل مشروعات الكهرباء يعد ثقة في نجاح القطاع في إدارة مشروعاته بمصر. جاء ذلك خلال استقبال شاكر مسؤول ملف تنمية التعاون بسفارة ألمانيا مدير مكتب بنك التعمير الألماني بالقاهرة، حيث بحث سبل دعم وتعزيز التعاون الحالي والمستقبلي. هذا وأشاد ممثل البنك بالتطور السريع والملحوظ في المشروعات التي تنفذها وزارة الكهرباء. في إطار الجهود الأمنية لضبط كافة أشكال الخروج عن القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية على مدار أسبوع في تنفيذ آلاف الأحكام القضائية وضبط قضايا إتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة. فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن بصر عنصرا إجراميا وضبط عدد 25 عنصرا آخرين بنطاق مديريات أمن الجيزة ودمياط والشرقية وكفر الشيخ، المنيا وأسيوط وأسوان، والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها
استعراض قوة وحيازة أسلحة نارية والإتجار بالمخدرات والسرقة بالإكراه، والمحكوم عليهم بأحكام تتراوح ما بين السجن والسجن المؤبد. وضبط معهم 24 قطعة سلاح ناري، من بينها 9 بندقية آلية و4 بندقية خرطوش و3 مسدس و8 فرد ناري، وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 355 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 1076 قطعة سلاح ناري، من بينها 1 رشاش و155 بندقية و83 بندقية آلية و77 مسدسا و760 فرد محل الصنع، وطلقات نارية مختلفة الأعيرة بلغت 1528 طلقة متنوعة، إضافة ل 1229 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع. ترسيخا لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 480,040 حكما قضائيا، من بينها 2070 حكم جناية و170,369 حكم حبس و234,738 حكم غرامة و72,863 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 12 تشكيلا عصابيا ضمت 31 متهما قاموا بارتكاب 52 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 55 حادث ما بين قتل عمد وسرقة بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 89 متهما، كما تم إعادة 3 سيارات مبلغ بسرقتها. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1273 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 1398 متهما وبحوزتهم قرابة 215 كيلوغرام من مخدر الحشيش وقرابة 211 كيلوغرام من نبات البنجو المخدر وكمية من مخدر الهيروين وزنت ما يزيد عن 23 كيلوغرام، إضافة إلى قرابة 30 كيلوغرام من مخدر الاستروكس وعدد 52,792 قرص مخدر. أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أن فرق المتابعة الميدانية بالوزارة تقوم برصد ملاحظاتها حول معدلات ونسب تنفيذ المشروعات بالمحافظات في الربع الأول من الخطة الاستثمارية. وأشار شعراوي إلى أن خطة التنمية في العام المالي الحالي تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم، موضحا أن الخطة تجاوزت 24 مليار جنيه وتتضمن أكثر من 4 مليارات جنيه لاستكمال المشروعات التنموية بالمحافظات واستكمال البنية الأساسية لمنظومة النظافة وتنمية وتطوير القرى المصرية. بحثت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والدكتور دينا صالح المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا وأوروبا بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة IFAD بحثا التعاون المستقبلي وبدائل التمويل للمشروعات الزراعية. وقالت الوزيرة إن حجم التعاون التاريخي بين مصر والصندوق وصل إلى 1.1 مليار دولار، موضحة أنه تم تنفيذ 14 مشروعا بالتعاون مع الصندوق استفاد منها أكثر من 7 ملايين من سكان الريف.
رفع أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ونواصل معكم النشرة الإخبارية. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. تناول الاجتماع واستعرض الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية والهندسية في العاصمة الإدارية الجديدة. وقد اطلع الرئيس في هذا الإطار على تطورات سير العمل بالعاصمة الإدارية، خاصة مركز مصر الثقافي الإسلامي والحي الدبلوماسي والسفارات والمحور المركزي والمشروعات والأنشطة المقترح إقامتها بالمحور. وقد وجه الرئيس السيسي بتنفيذ أحدث وأرقى التصميمات لأحياء العاصمة على نحو يتواكب مع أعلى المعايير العالمية وتكنولوجيا المدن الذكية، وذلك في إطار استراتيجي شامل يسهم في تقديم مفهوم الدولة الجديدة من كافة الجوانب وتوفير جميع عوامل استدامة وكفاءة التشغيل واستخدام المنشآت والمرافق بالعاصمة الإدارية. يواصل المحافظون ومسؤول التعليم بالمحافظات جولاتهم بالمدارس المختلفة للوقوف على انتظام العملية التعليمية، كما تابع المسؤولون تطبيق المدارس للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. للوقوف على مدى انتظام العملية التعليمية في عامها الجديد والتأكد من اتباع المدارس للإجراءات الاحترازية المختلفة للوقاية من فيروس كورونا، تتواصل جولات المحافظين ومسؤولي التعليم بالمحافظات بالمدارس المختلفة. فقد شهد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا خلال جولته طابور الصباح وتحية العلم بإحدى المدارس، وهنأ الطلاب بالعام الدراسي الجديد، مشددا على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل وبعد دخول الطلاب إلى المدرسة، كما وجه بتكثيف أعمال النظافة والتعقيم والتطهير لمداخل ومخارج وفناء المدرسة والطرقات والفصول. وأكد المحافظ ضرورة انضباط العملية التعليمية وتوفير المناخ الجيد للطلاب. محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم اطمأن على الالتزام بتطبيق الدليل الإرشادي لوزارة الصحة المتعلق بالإجراءات الوقائية الاحترازية داخل المدارس، خاصة فيما يتعلق بتوفير كواشف طبية لقياس حرارة الطلاب والالتزام بارتداء الكمامات قبل الدخول والتأكيد على التلاميذ بإحضار متعلقاتهم الشخصية، فضلا عن متابعة إجراءات التطهير والتعقيم التي تتم بشكل يومي، كذلك الالتزام بنشر لافتات توعوية بالإجراءات الاحترازية داخل المدارس. وتابع المحافظ موقف وصول وتسليم الكتب المدرسية دون التقيد بدفع الطلاب للمصروفات المدرسية، حرصا على استفادة الطلبة. وخلال حضوره الطابور الصباحية بإحدى المدارس، قدم محافظ أسوان اللواء أشرف عطية تهنئته ل 350 ألف طالب وطالبة موزعين على 1383 مدرسة، مطالبا بتعزيز منظومة فصول التقوية داخل جميع مدارس المحافظة، مع الإسراع في وضع جداول الحصص ورسومها وضوابطها بالتنسيق بين مديري المدارس ومجالس الأمناء. وقام محافظ أسوان بتسليم أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي، وذلك ضمن خطة مديرية التربية والتعليم لتوزيع 7000 جهاز تابلت على طلاب الصف الأول. عام دراسي جديد يتطلع الجميع خلاله إلى النجاح والتوفيق لكل الطلاب. سوزان مصطفى، التلفزيون المصري. على مسرح بئر يوسف بالقلعة ينطلق في الفترة من 22 وحتى 29 من أكتوبر الجاري مهرجان سماع الدولي في دورته 13. المهرجان يروج للإنشاد والموسيقى الروحية ودورهما في التقريب بين الشعوب والحضارات. ويتجدد اللقاء من جديد مع مهرجان سماع الدولي الذي ينتظره الجمهور من العام إلى العام. فالمهرجان الذي يشارك فيه كل عام فرق فنية من مختلف دول العالم ينطلق نهاية الشهر الجاري في ظل ظروف استثنائية نظرا لتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي منعت فرق العديد من الدول من المشاركة وفرضت تحديات كبيرة على منظمي المهرجان. خدنا قرار ان احنا هنعمل، وانا الحقيقة معتمد على الفرق المصرية بأشكالها، سواء التراث الإسلامي أو التراث القبطي أو التراث الكنائسي على مستوى الكنائس، في مجموعة حلوة جدا. أيضا معتمدين على الجاليات المقيمة في مصر
وأيضا العلاقات الصحفية عملت اتصالات بالسفارات اللي موجودة هنا إذا كان هناك حد يستطيع أن هو يشارك في هذه الفعاليات. فنون التراث الإسلامي والقبطي والكنائسي ستعرض خلال الدورة 13 بمهرجان سماع الدولي الذي سيقام في القلعة. لنا المشاركة في مهرجان سماع للإنشاد الديني بفرقة إنشاد ديني سودانية متخصصة في أغاني التراث والإنشاد الديني. رسالة محبة وسلام من مصر للعالم أجمع يرسلها مهرجان سماع من خلال العروض التي ستقدم على مدار أيام المهرجان. تابع لكم المؤتمر الصحفي لمياء موافي، التلفزيون المصري. ونهاية الخامسة هذا تذكير بهم العالمين. رئيس الوزراء يتفقد كشفا أثريا ضخما بمنطقة سقارة، والعنان يؤكد أنه تم بأياد مصرية. الخارجية والهجرة تتابعان إجراءات تصويت الخارج في انتخابات النواب، ومصريو الخارج يواصلون طباعة بطاقة الاقتراع. مسبيرو دوت إيجي للمزيد. إلى اللقاء.